باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشريكة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. تفضل جلوس. سيادة المطران ويليام الشوملي جزيل الاحترام، أبنائنا المتقدمين لسر المناولة الأولى وسر التثبيت المقدس وأهليهم الأحباء، أبناء الرعية الأعزاء، يستقبلكم اليوم يا سيدنا مجموعة من أبناء رعية يسوع الملك، وهم كلهم شوق لقبول الأسرار المقدسة من يدك يا سيدنا. أمضوا 3 أشهر من التحضير لهذا اليوم العظيم، وأنا أقول لك إن أطفالنا مستعدون لقبول هذين السرين. اليوم تحمل لهم يسوع القرباني وتهبهم مواهب الروح القدس وترسلهم إلى بيوتهم ومدارسهم ومجتمعهم حاملين يسوع والروح القدس معهم. كم نحن بحاجة اليوم إلى شهود ليحمل راية المسيح إلى كل إنسان. شكراً لحضورك يا سيدنا اليوم. أهالي الطلاب الأعزاء، قد رأيتم التحضير الجيد لأبنائكم والذي لا ينتهي اليوم، بل يعطيكم مسؤولية متابعة حياة أبنائكم الروحية. فاحتفال اليوم ليس حفلة جميلة واجتماعية كما يعتقد البعض، ولكن هي تعبير عن قمة إيماننا المسيحي. فلا تترددوا بالمجيء مع أبنائكم لقداس يوم الأحد، ولا تستحوا وتخجلوا من الصلاة معا في البيت. عندما يكون الله حاضرا في العائلة تسير الأمور بطريقة أفضل. وأما الأشابين فدوركم كبير أيضا مع الأهل، تحملون اليوم مسؤولية أبنائكم الروحيين الجدد بمتابعة حياتهم الروحية بشكل دوري، وهذه المسؤولية يلقيها الله على عاتقكم اليوم وسيسألكم عنها. اسمحوا لي الآن أن أتوجه إلى أبنائنا بكلمة بسيطة. اليوم أنتوا وصلتوا للنهار اللي إلكم سنين عم تستنوا فيه. اليوم رح تنالوا موهبة الروح القدس زي التلاميذ يوم العنصرة، وكمان رح تتناولوا يسوع. خلي هذا اليوم مطبوع بذاكرتكم. اتحدوا بيسوع بشكل أكبر، وما تخافوا تعيشوا إيمانكم بكل مكان، وكمان شجعوا أهليكم على الصلاة أكثر ومحبة الكنيسة. وبحب أحكي لكم ألف مبروك هذا السر المقدس، وكل عام وأنتم بألف خير. المسيح قام، حقا قام. أيها الإخوة والأبناء الأحباء، استعداداً لقبول مواهب الروح القدس لنا ولأبنائنا، واستعداداً للمناولة وسماع كلام الله، لنندم على كل ضعف صدر منا. أنا أعترف بالله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة، لأني خطئت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب من القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. Christ,
نصلي. نسألك أيها الإله القدير الرحيم أن يحل علينا روحك القدوس فيسكن فينا ويجعل منا هيكلاً لمجدك. بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. قراءة من سفر أعمال الرسل. لما أتى يوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد، فانطلق من السماء بغتة دوين كالريح عاصفة، فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار قد انقسمت، فوقف على كل منهم لسان، فامتلأوا جميعا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغاتهم على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلموا. وكان يقيم في أورشليم يهود أتقياء من كل أمة تحت السماء. فلما انطلق ذلك الصوت اجتمع الناس وقد أخذتهم الحيرة، لأن كل منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغة بلده. فوقف بطرس مع الأحد عشر فرفع صوته وكلم الناس قال: يا رجال اليهودية وأنتم أيها المقيمون في أورشليم جميعا، اعلموا هذا واصغوا إلى ما أقول، أن يسوع الناصري ذلك الرجل الذي أيد الله لديكم بما أجرى عن يده بينكم من المعجزات والأعاجيب والآيات، كما أنتم تعلمون ذلك، الرجل الذي أسلم بقضاء الله وعلمه سابق، فقتلتموه إذا علقتموه على خشبة بأيدي الكافرين، أن يسوع هذا قد أقام الله، ونحن بأجمعنا شهود على ذلك. فلما رفع الله بيمينه إلى السماء نال من الآب الروح القدس الموعود به فأفاضه، وهذا هو الذي ترون وتسمعون. كلام الرب. لقد عظمت جدا، ما أعظم أعمالك يا رب، لقد صنعت جميعها بالحكمة فامتلأت الأرض من مقتناك. لترزقهم أكلهم في أوانه، ترزقهم فيلتقطون، تبسط يدك فيشبعون خيرا. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الأرض. ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض، ليكن مجد الرب إلى الأبد، ليفرح الرب بأعماله. حياتي أشيد لله ما دمت حيا، للذة له تأملي أنا أفرح بالرب. أرسل روحك أيها المسيح فيتجدد وجه الله. القراءة الثانية، فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. يا إخوة أناشدكم أنا السجين في الرب أن تسيروا سيرة تليق بالدعوة التي دعيتم إليها، سيرة ملؤها التواضع والوداعة والصبر، فاحتملوا بعضكم بعضا بمحبة، واجتهدوا في المحافظة على وحدة الروح برباط السلام، فهناك جسد واحد
وروح واحد، كما أنكم دعيتم دعوة رجاؤها واحد، وهناك رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة وإله واحد، آب لجميع الخلق وفوقهم جميعا يعمل فيهم جميعا وهو فيهم جميعا. كلام الرب. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: إذا أحبني أحد حفظ كلامي، فأحبه أبي ونجيء إليه فنجعل لنا عنده مقاما، ومن لا يحبني لا يحفظ كلامي، ليس كلامي من عندي بل من عند الذي أرسلني. قلت لكم هذا الكلام وأنا مقيم معكم، ولكن المؤيد الروح القدس يرسله الآب باسمي، فيعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلته لكم. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. حضرة كاهن الرعية الفاضل الأب مروان حسان، نائبه الفاضل الأب وجدي، إخوتي الكهنة، الأخوات الراهبات، أبناء رعية يسوع الملك في المزدار بكافة فعالياتها، أبناءنا وبناتنا المتقدمين من المناولة والميرون، ذويهم المحترمين وأشابينهم، ما أجمل أن نلتقي اليوم في هذا اليوم البهيج والمناسبة البهيجة لنحتفل بهذه المناسبة الروحية. نحن ما زلنا في زمن الفصح اللي بيستغرق 50 يوم، يعني 50 يوم اللي بيفصلوا الفصح عن العنصرة هي مثل يوم واحد، وكل يوم ممكن نقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونتهلل فيه. ويسوع القائم أهدى كنيسته 3 هدايا كبرى في هذه الفترة. الهدية الأولى ظهوراته لتلاميذه. نعم، يسوع القائم اللي ترك القبر فارغ ظهر 3 مرات لتلاميذه حتى يكونوا شهود لقيامته، حتى يبشروا العالم بأن مصلوب الجمعة العظيمة قام من بين الأموات
كما وعد، لأن قيامة يسوع كانت ضرورية، هو وعد أن يقوم في اليوم الثالث، وإذا لم يقم لكانت شهادته كاذبة. ولأنه قام يسوع يصدق، وكل كلامه ومواعيده تصدق، لأنه قام كما قال، وعد وأنجز، قال وعمل وأوفى. إذن يسوع القائم ظهر لتلاميذه نفس يوم الفصح، للمجدلية، للنسوة، لتلميذي عماوس، للتلاميذ مجتمعين في علية صهيون بدون توما، ثم الأحد البعده ظهر للتلاميذ مع توما، وظهر لهم مرات أخرى على شاطئ بحيرة طبرية، الصيد العجيب، ثم يوم الصعود، وأرسل الروح القدس يوم العنصرة، وكان يوم أحد. لاحظوا تركيز يسوع على يوم الأحد، هو يوم القيامة ويوم الظهورات ويوم حلول الروح القدس. مشان هيك الكنيسة بتركز على يوم الأحد في روحانيتها. المسيحي ما بيكون مسيحي أيها الإخوة إذا ما بيصليش يوم الأحد. يوم الأحد يميزنا عن غيرنا، نحن أهل الأحد، لأنه يسوع بظهوراته أراد أن يجعل من هذا اليوم سيد الأيام، كما قيل يوم السيد هو سيد الأيام. وهذه مناسبة حتى نذكر الجميع أنه يجب أن نعود إلى الكنيسة من جديد بعد أزمة كورونا. هل أزمة كورونا أبعدتنا عن الكنيسة؟ مظبوط، كنا نحضر القداس أونلاين، بس مش نفس الشيء. أنتوا يا صغار لما بتدرسوا أونلاين زي اللي بدرس بيحمل شنطته بروح على المدرسة، مش نفس الشيء. فالصلاة أونلاين هي إشي مؤقت. هلأ الأزمة خفت، الكنائس فتحت، فماذا يمنع أن نعود إلى قداس يوم الأحد، خصوصاً أنه في قداس مسائي يوم الأحد للذين يشتغلون ولا يستطيعون أن يأتوا صباحاً. بفضل هذا القداس نلتقي بالجماعة، بإخوتنا وأخواتنا، نجدد المودة لهم، نلتقي بالمسيح الذي يكلمنا، يطعمنا من مائدة جسده ودمه. سمعت كاهن الرعية قبل شوي بيقول يا أيها الصغار شجعوا أبناءكم، شجعوا أهليكم يجوا يوم الحد. الواقع هو العكس صحيح كمان، الأهل لازم يشجعوا أبنائهم يجوا يوم الحد، الكبير بيشجع الصغير، مش فقط الصغير بيشجع الكبير. فلما الكبير بيجيش يصلي يوم الحد مسؤوليته مضاعفة، أول شيء حرم حاله من هذا الغذاء الروحي، وثانيا حرم أبنائه. فبركز باسم المسيح وأناشدكم باسمه أن لا تهملوا قداس الأحد، أن لا تضعفوا الكنيسة بغيابكم. وأحد أباء الكنيسة عبر عن ذلك بكلام أقوى عندما قال بغيابكم عن قداس الأحد أنتم تمزقون جسد المسيح الذي نحن فيه أعضاء. كلنا جسد واحد، كلنا أعضاء في هذا الجسد الواحد، فغياب عضو عن هذا الجسد في الاجتماع الأسبوعي هو تمزيق لهذا الجسد الواحد اللي نتكلم عنه. أما الهدية الثانية اللي يسوع أهداها لتلاميذه ولنا يوم الفصح بالذات، هو لما نفخ في تلاميذه أعطاهم الروح القدس وقال لهم خذوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم عليهم الغفران يمسك عليهم. نعم أيها الإخوة، الكنيسة فوضت عند تفويض مهم، أن تغفر الخطايا باسم يسوع. لذلك وبعد أزمة كورونا اللي حرمتنا كمان من سر التوبة، من سر الاعتراف، من سر المصالحة، يجب أن نعود
تدريجياً بإيمان إلى هذا السر الذي فيه نغسل حقاً من خطايانا ونعود من جديد إلى مسيرة القداسة. فلا تحرموا أنفسكم من الغفران الذي يأتي من سر التوبة. أما الهدية الثالثة فهي هدية العنصرة، هدية حلول الروح القدس على التلاميذ اللي كانوا مذعورين خائفين مختبئين، لكن بعد حلول الروح القدس تحت أشكال أو شكل ألسنة من نار تشجعوا ودبت الحرارة في نفوسهم وخرجوا يبشرون باسم يسوع وقالوا من آمن واعتمد يخلص ومن لم يؤمن يدان. وهلا بدي أوجه كلامي للصغار اللي مدة 3 أشهر استعدوا استعداد طيب لهذا اليوم السعيد. أيها الصغار، نحكي بالدارج، الروح القدس لما بيحل علينا بعطينا مواهب، قديش عدد المواهب اللي بعطيها الروح القدس؟ 7 مواهب، نعم، حافظينها عن غيب؟ أعطوني أول موهبة. علم، إيش كمان؟ الفهم، إيه؟ المشورة، حكمة، قوة، مخافة الله، هيكو حافظينهم عظيم، سمينا تقريباً 7. نحكي عن الحكمة شوي صغيرة ومش رايحين نحكي عن كل المواهب لأنها منا وقت كثير، بديش أطول عليكم. يا جماعة، الحكمة موهبة أساسية في حياتنا. شو أهم، الذكاء ولا الحكمة يا صغار؟ الذكاء ولا الحكمة؟ أهم تجيب 95 بالتوجيهي ولا تكون حكيم في نظر الله؟ شو أهم؟ حكمة، لأنه كثير بيجيبوا 99 بالتوجيهي بس بيفشلوا في الحياة، بينما الحكيم ينجح في الحياة، لأنه الحكمة تجعلنا نقول الكلمة المناسبة في الوقت المناسب أمام الشخص المناسب، أن نأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. هذه الحكمة، الحكمة هي أساس النجاح، الحكمة البشرية، وكم بالأحرى الحكمة التي تأتي من الروح القدس. أطلبوا الحكمة لما بتكونوا مترددين، مش عارفين أي قرار تأخده، مش عارفين أي جواب تعطه لسؤال ما. أطلبوا الحكمة وربنا بعطيكم إياها بكلمات بسيطة. الروح القدس ما بيستنى منا جملة بلاغية حتى نطلب الحكمة أو المواهب الأخرى، بكفي نقول له أيها الروح القدس أنا متردد، أنا عاجز، أعطيني الحكمة اللي من عندك. قبل شوي رتلنا أرسل روحك فتجدد وجه الأرض، وحتى نعيش وفقاً للحكمة إحنا بحاجة للقوة، موهبة القوة. القوة لا تعني قوة العضلات أو القوة قوة الغنى، قوة التسلط، أبداً. الحكمة، القوة هي أشياء أخرى، هي الصبر في الشدة في المرض، هي الاجتهاد في الدروس. نعم، حتى أجتهد بالدروس وأجيب معدل بدي اجتهاد، بدي قوة. هذه القوة أيضاً هي هبة من الروح القدس. مقاومة التجارب، وأنتم تعلمون أن إبليس لا ينام ولا يغفو، هو يجربنا على طول، فنحن بحاجة إلى قوة الروح القدس حتى نقاوم مكايد الشرير. هذا الشرير اللي نذكره في الصلاة الربية، لا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير. إخوتي وأخواتي، أبارك لصغارنا ولذويهم وأهلهم لأنهم سيتقبلون سرين عظيمين. المناولة الأولى، يسوع سيحل ضيفاً مكرماً عزيزاً في قلوبنا وسيعطينا ما يلزم من نعم، وأيضاً الروح القدس الذي يواصل ويؤيد عمل يسوع فينا. مبروك هذه الهبة،
مبروك لكاهن الرعية، للراهبات، للذين أعدوا هؤلاء الصغار لهذين السرين الكبيرين. مبروك للجميع، وكل عام وأنتم بخير. أما الآن أيها الأبناء الصغار الأحباء، قبل ما تتنالوا الروح القدس أذكروا الإيمان اللي أعلنتموه أنتم أو أعلنه أشابينكم وأهلكم وجماعة الكنيسة يوم عماتكم. تجديد مواعيد المعمودية. أتكفرون بالشيطان وبجميع أعماله ومغرياته؟ نعم نكفر. أتؤمنون بالله الآب القدير خالق السماء والأرض؟ نعم نؤمن. أتؤمنون بيسوع المسيح ربنا ابنه الوحيد الذي ولد من مريم البتول وتألم وقبر وقام من بين الأموات وهو جالس عن يمين الآب؟ نعم نؤمن. أتؤمنون بالروح القدس الرب المحيي الذي سيوهب لكم اليوم بنوع فريد بسر التثبيت المقدس كما وهب للرسل يوم العنصرة؟ أتؤمنون بالكنيسة الكاثوليكية وبشركة القديسين ومغفرة الخطايا وقيامة الجسد والحياة الأبدية؟ هذا هو إيماننا، هذا هو إيمان الكنيسة، هذا هو الإيمان الذي نعلنه بافتخار في المسيح يسوع ربنا، آمين. أيها الإخوة الأحباء، لنصلي إلى الله الآب القدير كي يرأف بأبنائه هؤلاء الذين ولدوا بالعماد ولادة جديدة، ويفيض عليهم الروح القدس فيثبتهم بمواهبه الغزيرة، ويجعلهم بمسحته أكثر شبهاً بالمسيح ابن الله. الآن نصلي بصمت، كل واحد فينا بطلب أن الروح القدس احل بغزارة على أبنائنا الصغار. أيها الإله القدير، أبا ربنا يسوع المسيح، لقد ولدت عبيدك هؤلاء ولادة جديدة من الماء والروح القدس، منقذاً إياهم من الخطيئة. فأفض عليهم الآن يا رب روحك البرقليط، هب لهم روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة والتقوى، واملأهم من روح مخافتك بالمسيح ربنا.
أيها الإخوة الأحباء، بعد أن نال صغارنا الأحباء مواهب الروح القدس، لنتوسل إلى الله الآب القدير على كل شيء من أجل أهلهم وذويهم وأشابينهم ولأجلكم جميعاً، ولتكن صلاتنا واحدة شأن وحدتنا في الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الفضائل التي تنبثق من الروح القدس. أيها الراعي الصالح، نصلي لك من أجل كنيستك المقدسة وعلى رأسها حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا ويليام الشوملي وجميع الأساقفة والكهنة، كي يكونوا بناة للسلام والوحدة والمحبة في العالم، فيتمجد اسم يسوع في كلامهم وأعمالهم. للرب نطلب. يا رئيس السلام، نسألك أن تحمي وتبارك ملكنا عبد الله الثاني وكل من هم في موضع السلطة والقيادة. أفض عليهم يا رب روحك القدوس، فيسود الأمن والسلام في أردننا الحبيب وفي العالم أجمع. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أيها الرب يسوع، يا من صليت لنكن بأجمعنا واحداً، نطلب منك بكل إلحاح أن تجمع قلوب المسيحيين وأن توحدنا جميعاً بالإيمان والمحبة والإتماء لك أنت وحدك، فلا تسمح أن يفرق بيننا شيء. إلى الرب نطلب. يا من بعى كل خير وبركة، أسكب نعمك على المشردين والمعذبين والأرامل واليتامى والمتروكين بدون محبة وعطف. أعطنا أن نفهم أننا إخوتهم كما يعلمنا الإنجيل، فيسود ملكوتك بيننا. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. يا أيها الحب الحقيقي، نسألك أن تحفظ أهلنا وأشابيننا من كل شر ومكروه، وأن تمن عليهم بعطاياك المقدسة فيسلكوا طريق الحق ويثبتوا على الإيمان فيكونوا قدوة لنا في قولهم ومثلهم. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. يا أيها الحمل الإلهي، نرفع الصلاة من أجلنا نحن المتقدمين لقبول سر القربان المقدس للمرة الأولى. امنحنا يا رب أن نكبر في محبتك يوماً فيوماً، فتكون أنت سند حياتنا. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. يا أيها الروح القدس، امنحنا مواهبك واجعل أجسادنا ونفوسنا هياكل حية مقدسة تحمل نورك وقوتك إلى العالم، فنكون شهوداً لقيامتك وإنجيلك. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن يتقبل الله طلباتنا هذه بشفاعة أمنا مريم العذراء السامية القداسة أم الكنيسة المجيدة، فنشكر له نعمه وعطاياه ونترنم بمراحمه الدائمة. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. اللهم ملجأنا وقوتنا يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك الواثقة بالمسيح ربنا. آمين. Thank you.
لتصعد يا رب صلاتي إليك، كي يرتفع عبق المخور من هذه المبخرة كرائحة زكية تطيب الفضاء الذي يفصلنا عنك. فاقبل يا رب دعاءنا وبارك مقاصدنا وأعمالنا كي تحترق لأجلك كما يحرق الفحم حبات البخور لتمجيد اسمك وجلالك القدوس. فاقبلهما يا رب وبارك. الخبز والخمر. نضع يا رب ذواتنا وأنفسنا بين يديك كي تزرع فينا روح ابنك المتجسد، روح الخدمة والبذل والعطاء، روح التواضع والمحبة، فنصبح معك ولك خدام نشيطين لنشر ملكوتك في بيوتنا ورعايانا ومجتمعنا. فاقبلهما يا رب وبارك. الماء المقدس وثوب العماد. نقدم لك يا رب ثوب العماد هذا الذي يرمز أننا لبسنا المسيح، والماء الذي طهرتنا به في معموديتنا، فاجعلنا نتذكر مواعيد المعمودية التي أعلنها عنا شبيننا في عمادنا، والتي نريد أن نعلنها نحن اليوم في تثبيتنا في المسيح يسوع. فاقبلهما يا رب وبارك. الصليب. الصليب الذي علق عليه جسدك المقدس الطاهر هو مصدر فخر واعتزاز، فاجعلنا يا رب نتحمل مصائب هذه الحياة ومشقاتها، وأن يكون صليبك مرساة أمان لنا، فنحصل على الإنعامات السماوية التي وعدتنا به التي وعدتنا بها. فاقبله يا رب وبارك. الكتاب المقدس. كلامك يا رب روح وحياة، فاجعلنا يا رب من العاملين والحافظين لتعاليمك السامية، فهي نور ومنارة تنير طريقنا وتقودنا إلى السعادة الدائمة. فاقبله يا رب وبارك. الشموع. نطلب منك يا رب أن تكون هذه الشموع نور لطريقنا حتى نسير على مثالك، وأن نكون مثالا للآخرين وهدايتهم إلى طريق القداسة وأعمال الخير. فاقبلها يا رب وبارك.
صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسرها. نسألك أيها الرب العطوف أن تتقبل قرابين أبنائك وأن تعمل على أن يكونوا أكثر شبهاً بابنك الوحيد، فلا ينقطعوا عن الشهادة له مشتركين في تذكار فدائه الذي به استحق لنا أن نعطى موهبة الروح القدس، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا، إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا، فهو بعد صعوده أعالي السماوات وجلوسه عن يمينك أرسل الروح القدس الموعود به إلى أبناء التبني. لذلك من الآن وإلى الأبد ومع جند الجيش السماوي لك نسبح خاشعين صارخين وهاتفين. إنك لقدوس أيها الآب ينبع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للألام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اذكر اللهم كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، بلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وباتريركنا بيير باتيستا واسقفنا ويليام وسائر الكليروس. اذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً
أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله وعروسة الروح، ومع القديس يوسف خطيبها العفيف، ومع رسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول وامنح السلام في أيامنا، اغضضنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنامنا كل اضطراب نحن منتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام استودعكم سلامي أمنحكم، لا تنظر يا رب إلى خطايانا بل انظر إلى إيمان كنيستك، وتنازل وولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا. بمحبة تبادل سلام المسيح بالانحناء. هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم.
طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. بالنسبة للمناولة سيكون هناك ثلاث أماكن لتوزيع المناولة. سيدنا راح يكون وسط الكنيسة، أولاً يمنح طلابنا أول مناولة بالبداية، ومن ثم الشعب المؤمن، وسيكون هناك كاهنان من عن يمين وعن يسار الهيكل. الرجاء التقدم للمناولة بتقوى وخشوع. المناولة ستكون فقط من خلال منح المناولة باليد. نتناول القربان المقدس أمام الكاهن ومن ثم نعود إلى أماكننا. شديد أعطيك فؤادي
هذا اليوم الجميل نريد أن نشكر الله على نعمه الغزيرة التي منحنا إياها، لأنه غذانا بجسده ودمه الأقدسين ووهب لنا روحه القدوس، كما ونتقدم بالشكر الجزيل إلى سيادة المطران ويليام الشوملي جزيل الاحترام، طالبين له من الرب الصحة وطول العمر بالقداسة. ولن ننسى أن نصلي من أجل كهنة الرعية الأب مروان حسان والأب وجد الطوال والشماس مايكل ديب وكل من ساهم في نجاح هذا الاحتفال الجميل. أهلنا الأحباء أشابيننا وأبناء رعيتنا، نشكر حضوركم ومشاركتكم لنا هذه الفرحة، ونسألكم أن تذكرونا دائماً في صلواتكم كي نبقى آمنين لهذه الهبات السماوية المقدسة التي نلناها. من جديد ألف مبروك لأبنائنا اللي نالوا سري مناولة والتثبيت باسمكم جميعاً. من جديد نشكر سيدنا ويليام على وجود اليوم معنا، وكمان نسينا نرحب بأبونا رامز طوال. أبونا رامز طوال هو كاهن رعي رامز دعيبس آسف رامز دعيبس هو كاهن رعية الحبل بلاد ناس في الحصن، واليوم حاب إنه يشاركنا بهاي المناسبة، فأهلا وسهلا فيك أبونا. منا نشكر جميع اللي كانوا موجودين اليوم معنا بهذا الاحتفال وأشرفوا على نجاحه من المجموعة الكشفية وجوقة الترتيل خدام الهيكل، وأيضاً موقع نورسات اللي بث وصور هاي المناسبة. وبالنهاية في شخص حضر كل هاي التحضيرات وكان عادة مخفي عن الأجواء، كان كل يوم سبت يكون أول واحد موجود حتى يستقبل الأولاد ويكون معاهم، هو اللي دربهم والحفظهم واللي سهر معاهم وتبعهم خطوة بخطوة، وهي سيستر روان كفوف. تستاهل كل كلمة شكر منا على تعبها وعلى محبتها لأبنائنا الطلبة. فسيستر تسمحينا نقدم إشي بسيط لإلك كعربون للشكر، بعرف أنه أنت من أهل البيت، ولكن لازم نشكر، لازم نقدر الأشخاص اللي عم بتعبوا واللي عم بيسهروا على الحياة الروحية لأبنائنا. فلو سمحتي تفضلي سيدنا. شكرا لكم جميعا وشكرا شكرا على حضوركم. بالنهاية القداس أبنائنا الطلبة رح يأخذ كل واحد فيهم صورة مع سيدنا المطران، ومن ثم بخرجوا إلى الخارج حتى يكونوا مع الأهل والأقارب. لنصلي اشمل دائما ببركتك يا رب أولئك الذين مسحهم الروح القدس وغذاهم سر ابنك المقدس، واجعلهم يتغلبون على الشدائد فيبهجوا كنيستك بقداستهم ويعملوا على ازدهارها في العالم بسيرتهم ومحبتهم بالمسيح ربنا. احنوا رؤوسكم للبركة. إله النور الذي أنار التلاميذ بفيض من الروح القدس يغمركم ببركته وبهبات ذلك الروح إلى الأبد. آمين. وتلك النار العجيبة التي تراءت على الرسل تطهر قلوبكم من كل شر وتضرمكم بلهيبها الساطع. والروح الذي جمع الألسن المختلفة على الإقرار بإيمان واحد يثبتكم في الإيمان على الدوام حتى تشاهدوا يوماً
ما أنتم له راجون. آمين. بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة التي نكرمها في شهر أيار، وبشفاعة القديس يوسف شفيع الكنيسة وحاميها، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام وفرح المسيح. الشكر لله.